فاس الشيخة شيخة آل الثاني، وعلشان المجهود اللي بتعمله معانا وتوفيره معسكرات ومدربات، وعلشان نشارك في كأس العالم للأندية وبمصر، ودايما معانا، وبإذن الله هناخد كأس العالم ونهدي لمصر وليها. أنا اسمي هادي نبيل إسماعيل من الجيزة. بحب في الأول أشكر مؤسسة ساتوك إن هي وفرتنا كل الإمكانيات إن أكون في منتخب مصر للأهداف، وثانيا بحب أشكر شيخة آل ثاني إن هي وفرتنا كل الإمكانيات إن أكون في منتخب مصر للأهداف، وفرتنا كل الملابس الرياضية والمعسكرات وكل حاجة. إن شاء الله هنسعد الشعب المصري وهنسعد شيخة آل ثاني إن هي وقفت جنبنا ومنطلة جزء بسيط من اللي عملته معانا، وناخد بطولة كأس العالم إن شاء الله.